ندوز معاك شي لا باتيسخي اللي هي الاختصاص ديالي. ايه بالنسبة للسيدات الوليدات كلهم كيعجبهم واحد البسكوي اللي هو يعني لذيذ وغالي ايه شوية في الثمن، كيوصل حتى ل10 دراهم. هذاك اللي فيه الكريمه د الفاني الداخل ياك، اللي هذاك كنديروه كاين في هذا الكلاص وكنزينو اي بيه. واخ، لا ماشي هذاك اللي فيه، هذا فيه شوكولا كامل ورطب، تيكون كله انغوبي بالشوكولات. كيكون كله انغوبي بالشوكولا واخ عرفت. وتيكون فيه هو بزاف ديال الاشكال، فيه ايه دي بونبون فيه دي زوف هكا بيضات صغيرين كل حاجه. انا غنعطيك واحد لو ديليس، هذا سي ان بيسكوي ديليس، واخا هذا زوين بزاف واقتصادي وما فيه لا زيت لا زبده، ولكن ايه فيه جير طب ولذيذ بزاف. فيه بالنسبه للخليط ديال الخليط الاول غنعطيك بالمراحل. الخليط الاول عندنا فيه 100 غرام ديال اصفر البيض، عندنا 250 غرام ديال البيض كامل، عندنا 200 غرام ديال السكر سنيده، هاد اصفر البيض والبيض الكامل و200 غرام ديال السكر سنيده كنطربوهم بالخلاط كهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، كتولي عندنا لو بول ديال العجانه تقريبا النص ديالو كيعمر بهاد الخليط. واخا من بعد كناخدو 160 غرام ديال ابيض البيض، يعني اللي شاطلينا من ديك 100 غرام الاولى ديال اصفر البيض، عندنا 160 غرام ديال مفهومه للسنة ولا نعاود؟ لا مزيان، فهمت تبارك الله. الخليط الاول فيه قلنا اصفر البيض 100 غرام و250 غرام ديال البيض البيض الكامل كامل. و200 غرام ديال السنيده، ايه كنطربو ونخليوه على جنب. عندنا الخليط الثاني فيه 160 غرام ديال ابيض البيض و80 غرام ديال السنيده، هذا عادي كنطلعوه موغانك فرونسيز كنطلعوه مزيان. والخليط الثالث عندنا فيه 60 غرام ديال الكاكاو و60 غرام ديال الطحين مغربلين، ايه كنجمعوا الخليط ديال لا موغانك فرونسيز مع الخليط الاول ديال اصفر البيض غير هكا من الفوق لتحت غير بلا ماغيز. من بعد كنزيدوا عليهم 60 غرام ديال الكاكاو و60 غرام ديال الطحين اللي غربلنا، ودائما كنجمعوا بالماغيز. هاد الخليط هذا كيعطينا جوج لاطات ديال 40/30. واخا كنقسموا الخليط على جوج، كتجينا فيه تقريبا كل نص كيجينا فيه 500 غرام، حيت هاد الشيء ملي كنخلطوه وكنطربوه كيعطينا الفوليوم ديالو واحد كيلو، ان كيلو في الفوليوم يعني كيتضاعف الحجم ديالو كيتضاعف وكتجي طالعه ومفشفشه، واخا ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه واخا غير لانه المفعول ديال تخدمات البيض. مزيان. ايه بالبيض تربعت. واخا كنقسموه على جوج وكنطيبو كل النص ديال هاد الجينواز بوحديتو. في الوقت اللي تكون كطيب كنوجدو لها لاكاناش، لاكاناش فيها 250 غرام ديال لاكخيم فخيش و 300 غرام ديال الشوكولاط اسود و 20 غرام ديال الزبده. كنسخنو لاكخيم فخيش وكنطفيو عليها العافيه وكنحطو في هذاك الشوكولا والزبده ونخليوه يذوب على خاطره. كنا غادي نديرو شوكولا ابيض باش يعطينا لو كو فاني، حيت هو داك البسكويت كيتباع بجوج اشكال، كاين اللي اونغوبي كله شوكولا نوار وكاين اللي فيه شوكولا بلون داخل اونغوبي شوكولا نوار. كنا غادي نديرو شوكولا بلون داخل غاناش بلونش، كنديرو 250 غرام ديال الشوكولا ديال الكريم فريش و 350 غرام ديال الشوكولا بلون، وكنديرو معاه شويه ديال الفاني. ملي كطيب لا جينواز كنخرجوها ما كنسقيوها ما حتى شي حاجه هي رطبه، كنغلفوها بهذيك لا غاناش لداخل ومن الفوق، وكنحاولوا نقادو ليها الجنيبات ديالها وكنديروها في الثلاجه تبرد شويه. ملي كتقطع راه كتجي رائعه، ويعني الوليدات يقدو يديوها للمدرسه فعلا. وتقدر تحط حتى في كوتي نزوقوها بلي فرومبواز من الفوق ولا بالسكر اون نيج ولا شي حاجه، ويصلحوا حتى في هكا في اعياد الميلاد.